السلام عليكم شباب، محاضرتنا اليوم الـ IV Anesthetic Agents. معنى الـ IV Anesthetic Agent Drugs when given intravenously in appropriate dose cause rapid loss of consciousness. يعني أدوية إذا أعطيناهم وريديا بدوز معينة ومناسبة راح تسبب لنا rapid loss of consciousness، تسبب لنا فقدان سريع للوعي. تكون الأدوية الـ IV anesthetic rapid onset often described as occurring within one arm brain circulation time. سرعة العمل مالتها يسموها one arm brain circulation time، يعني بما معناه the time taken for a drug to travel from the site of injection اللي هو عادة الـ arm to the brain where they have their effect. يعني بالضبط يسموها one arm brain، كأنها نفس المسافة أول ما يندفع الدرج من الوريد رأسا يوصل للدماغ فيبدأ التأثير مالته، لذلك يسموها one arm brain circulation time. الindications or uses of IV anesthetic، الاستعمالات الأدوية التخدير الوريدية، أول شيء عندنا هو induction and maintenance of anesthesia اللي هو هذا الموست كومن، نطي بالتخدير العام بالinduction and maintenance. بعد نقدر نطي as a sole anesthetic for short procedure، نطي الاي في anesthetic ادوية التخدير الوريدية بعمليات القصيرة short procedure اللي عمليات تكون اقل من نص ساعة، فنطيهم الاي في anesthetic alone، او نطي intravenous infusion to maintain anesthesia for longer procedure، او نطي التخدير عن طريق تسريب الوريدي infusion للعمليات الطويلة، وهذا مصطلح يسموه تيفا اللي هو Total Intravenous Anesthesia. هذا راح نطي بس الـ IV Anesthetic، ما نطي Inhalational أو Muscle Relaxant لأسباب معينة، أما يكون Contraindication لهاي الأدوية والعملية طويلة فنبقيهم على Infusion. To provide sedation in places like Intensive Care Unit، أيضا نستعمل الـ IV Anesthetic نطيه كسيديشن بالعناية المركزة. نيجي على الـ properties of an ideal induction agent، راح نيجي على الخصائص الـ IV agent المثالية. احنا طبعا مثل ما قلنا ماكو هو drug مثالي، no ideal IV anesthetic، بس مقارب للمثالي. اول خصائص هي الخصائص الفيزيائية، هي physical properties. شنو الخصائص الفيزيائية للـ ideal induction agent؟ اول شيء يكون water soluble and stable in solution، يكون water soluble و stable بالsolution يعني ثابت بالمحلول. stable on exposure to light، ما يتأثر بتعرضه للضوء. long shelf life، يكون فترة استعماله بعد الحل يكون فترة طويلة. no pain on intravenous injection، ما يسبب لنا ألم عندما نعطيه وريديا. painful when injected to an artery، هنا يكون بالعكس، هذا حتى يكون لنا alarm، يعني حتى المريض in pain معناه احنا ممكن دفعناه بالارتري. non irritant when injected subcutaneously، اذا اعطيناه subcut تحت الجلد يكون غير non irritant. low incidence of thrombophlebitis، يكون اقل حدوث الثرومبوفلبايتس التهاب الاوردة عندما ندفع بالوريد. واخر شيء يكون cheap، السعر مالته يكون رخيص. بعدنا الفيزيكال بروبرتيز، بعدين راح ناخذ الفارماكو كاينتكس بروبرتيز. الفارماكو كاينتكس بروبرتيز، وات داز بودي اون ذا دراج، يعني شنو راح يسوي لنا الجسم على تاثيره على الدراجز. طبعا هو بما معناه من راح ندفع الدراجز احنا هو الاندكشن مالته، بعدين الميتابوليزم، واخر شيء الكليرنس. فشي يكون عندنا رابد اونست اون وان ارم برين سيركوليشن تايم، لازم يكون الاونست مالته سريع. اثنين يكون رابد ريديستريبيوشن تو فيزلز ريتش تيشو، يكون اعاده توزيعه للاوعيه الدمويه، الانسجه اللي تكون غنيه بالاوعيه الدمويه. رابد كليرنس اند ميتابوليزم، يكون سريع الكليرنس يعني يخرج من الجسم بسهوله، والايض مالته ايضا يكون سريع. وما بي اكتيف ميتابولايتس، نو اكتيف ميتابولايتس، اكو بعض الادويه اذا اعطيناها راح بالايض مالتها راح تتحول لنا الادويه اكثر فعاليه، هنا لازم الايدل يكون نو اكتيف ميتابولايتس.
الفارماكوديناميك بروبرتيز راح نشوف تأثير الدراج على البادي، تأثير الدراج على البادي لازم يكون هاي ثيرابيوتيك ريشيو، ريشيو اوف توكسيك دوز يكون مينيمم افكتيف دوز. عندنا الدراجز اما تكون هاي ثيرابيوتيك ريشيو، يعني اذا اعطينا صار تغير بسيط بالجرعه ما راح يسبب لنا توكسيك افكت وسايد افكت هيوج، بينما النورو ثيرابيوتيك ريشيو مجرد تغيير بسيط بالجرعه راح يسوي لنا توكسيك افكت. مينيمم كارديوفاسكولار اند ريسبيراتوري افكت، تاثيره على جهاز الدوران القلب والدوران والجهاز التنفس يكون اقل. نو هيستامين ريليز، يعني ماكو هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. نو ايميتكس ايميتيك افكتس، ما يسبب لنا تقيؤ. نو انفولونتري موفمنت، ماكو حركات لا اراديه. نو ايمرجنس نايت ميرز، ما يسبب لنا كوابيس. نو هانج اوفر افكت، ما بي سايد افكت كثير. نو ادرينو كورتيكال سبريشن، ما ياثر لنا على الغده الكظريه. سيف to use in porphyria، هذا البورفيريا بعدين راح نشرحها بالسلايدات الجايه. هنا راح نقسم الاي في انستيك ايجنت الى مجاميع. The common drug currently in use can be classified according to their chemical structure and include، راح نقسمها حسب الكيميكال ستراكشر. طبعا هي اكو بها قسموها حسب الاونست مالتها، احنا راح نقسمها حسب الكيميكال ستراكشر، التركيب الكيميائي. عندنا اول شيء هو الباربيتوريت اللي هو الثيوبنتال والميثوكسيتال، عندنا الفينول هي البروبوفول، عندنا الايميدازولز هي الايتوميديت، عندنا الفينيلسايكلدين هو الكيتامين، وعندنا البنزودايزيبينز هو الميدازولام اند دايزيبام. فيرست وان هو الفينولز اللي هو البروبوفول، هذا التركيب الكيميائي مالته هو 2 3 داي ايزوبروبونايل فينول 1 or 2% aqueous emulsion. طبعا هو هذا التركيز مالته، يكون tiny fat droplet in suspension، هي قطيرات دهنيه تكون كلش دقيقه بسائل معلق، hence the white color، يكون طبعا اللون مالها شايفين انتم مثل الملك، يكون البروبوفول. يكون highly lipid-soluble. شنو مكونات البروبوفول؟ contain 10% soybean oil, 1.2% egg lecithin and 2.25% glycerol and osmotic agent. هذا الجليسرول osmotic agent. ثاني مكونات البروبوفول: soybean oil, egg lecithin and glycerol osmotic agent. The emulsion is an excellent media for bacterial growth. هذا الامولشن او المحلول او المستحلب اللي موجود طبعا يكون كلش ميديا لنمو البكتيريا، وبي هو ال EDTA or sodium benzoate are added to impede bacterial growth، يضيفون هاي المادة حتى تمنعنا من نمو البكتيريا. والبروبوفول cause pain on injection، والبروبوفول تعرفون يسبب لنا ألم بالحقن، واكو محاذير شلون نستعمل زيلوكين او الانالجيسيا او نستعمل نورمال سلاين حتى نقلل البين during injection. ميكانيزم اوف اكشن اوف بروبوفول يسوي اكتيفيشن اوف كلورايد شانلز اوف جابا ريسبتور، thus enhancing inhibitory synaptic transmission. It also inhibit NMDA subtype of glutamate receptors. هذا الميكانيزم اوف اكشن. الافكتس اون ذا بودي، راح نجي على كل سيستم، نجي على السي ان اس سنترال نيرفوس سيستم. شو يسوي لنا البروبوفول على السي ان اس؟ دوز ديبندنت ديبرشن اوف سي ان اس، يعتمد لنا على الدوز، كل ما زيدنا الدوز راح يسبب لنا ديبرشن اوف سي ان اس. لوس اوف ريسبونس تو فيربال كوماندز، كان بي يوز ان انتي كونفولسنت، لذلك هاي ادفانتج تعتبر الى بالسي ان اس، يشتغل لنا انتي كونفولسنت اور انتي ابيليبتيك، لذلك نعطيه مرضى الستاتس ابيليبتيكس سيفير اكيوت إبليبسي اللي ما يستجابون للميديكال تريتمنت راح نعطيهم جنرال انستيزيا، واليفضل هو الدراجز اللي بيها انتي كونفولسنت اور انتي إبليبتيك افكت اللي هو البروبوفول والبنتوثال. بعد عندنا الافكت اون ذا سي ان اس، ريديوسز سيربرال ميتابوليزم ريت اند سيربرال بلاد فلو ثرو اوتو ريجوليشن، يقلل لنا السيربرال ميتابوليك ريت ويقلل لنا سيربرال بلاد فلو. ريديوسز انترا كرينيال بريشر،
يقلل لنا الاي سي بي. And finally cause some involuntary movement during induction، يسبب لنا بعض الحركات اللا إرادية أول ما ندفع الدراج. وراح تلاحظوا بالعمليات من ندفع البروبوفول المريض يبدي يحرك إيده أو رجله بحركات لا إرادية، طبعا غير حركة الإيد during injection بسبب البين. راح تلاحظوا من ندفع بالوريد راح المريض يسحب إيده من الألم. الكاردوفاسكولار سيستم، الكاردوفاسكولار causes hypotension، يسبب لنا البروبوفول hypotension. ليش؟ due to peripheral vasodilation، يسبب لنا vasodilation لذلك يصير hypotension. the fall in blood pressure is dose dependent، هنا هم يكون يعتمد لنا على الدوز. and is most marked in elderly and shocked patient، اكثر شيء يكونون منو الالدرلي الكبار السن والشوكت بيشنت اللي متعرضين الى صدمه. this can be minimized by slow injection avoiding inadvertent overdose. هنا شلون نتغلب على اللي يسوينا سيفير هايبوتنشن بالاولد والشوكت بيشنت؟ مو كونترا انديكيشن هو، بس لازم محاذير. فنقلله ندفع سلو انجكشن، او مرات يسوون ديليوشن للدرجز خاصه بالبنتوثال حتى نتجنب الهايبوتنشن. على الريسبيراتوري سيستم causes transient apnea and abundant airway reflexes well. هنا راح شيء هبط لنا سوينا ترانسيت ابنيه، يعني من ندفع البروفول تلاحظون فتره من الابنيه المريض يحبس النفس مالته، والايرواي ريفلكسز راح تختفي. الايرواي ريفلكسز راح تختفي عكس الكيتامين اللي بعدين ناخذه، الايرواي ريفلكسز تبقى الكف والسولوينج تبقى عند المريض. بالجي اي تي جاسترونتستاينال سيستم بروبوفول هاز انتي ايميتكس بروبرتيز، هنا عنده تأثير إيجابي على الجي آي تي، يسوي لنا أنتي إيميتيك ضد التغير المناطي البروبوفول. فصار عندنا بالسي إن إس أنتي إبليبتيك يشتغل، وعندنا بالجي آي تي يشتغل أنتي إيميتيكس. يوزز دوز آند روت، شنو استعمالات والجرع وشلون نطل البروبوفول؟ مثل ما قلنا هو الفيرست تشويس هو اندكشن أوف أنستيزيا، نطي بالاندكشن أول ما نطي التخدير نطي البروبوفول. البروبوفول الاندكشن دوز من 2 الى 2.5 ملي جرام بير كي جي ان ادلت، بالكبار نعطي 2 الى 2.5 ملي جرام لكل كيلوغرام. بالبيدياتريك راح يكون تزيد الدوز تصير من 2.5 الى 3 ملي جرام بير كي جي ان تشيلدرن. بالمنتننس اذا انطينا على منتننس مثل ما قلنا نعطي انفيوجن راح ات دوز اوف 50 to 150 microgram per kg per minute. مرات نعطي conscious sedation اللي هو من 50 إلى 75 microgram per kg per minute. Sole anesthetic for short procedure مثل ما قلنا بالبداية بالindication of IV anesthetic نعطي بالعمليات القصيرة. منو عندنا العمليات القصيرة مثل ما قلنا هي العمليات الجراحية أو بعض العمليات اللي تستوجب سيديشن، مثل من؟ مثل الكارديو فيرجن. الكارديو فيرجن أكو مرضى بالسي سي يو بالكارديك سنتر كير سنتر نعطيهم دي سي شوك جماعة الاس في تي أو أذر إنديكيشن، يكون هذا المريض واعي يعني بوعيه، بس حتى نتجنب رهبة أو قوة الصدمة الكهربائية الكارديو فيرجن راح نعطيهم سمبل سيديشن هو من ضمنها البروبوفول يعتبر كسول انستيك فور كارديو فيرجن. Very useful in day care anesthesia and surgery. ينطوه بالday care anesthesia and surgery اللي هم ذول اللي ينطيهم عمليات يكون قصيرة ويطلع بنفس اليوم ما يبقى المريض راقد، فبيسموها day care anesthesia and surgery. Useful in patients susceptible to malignant hyperthermia. المرضى اللي عندهم تحسس أو sensitivity to malignant hyperthermia اللي هي المعاندة أو الخبيثة ارتفاع درجة الحرارة الخبيثة، هذا نقدر نعطيهم البروبوفول اللي تعرفون الانهيليشنال ايجنت ما نقدر نعطيها، وكذلك المصري لاكسنت اللي هو الديبولرايزنج سوري السكولين ما نقدر نعطيه. كان بي يوزد از انتي كونفولزنت مثل ما قلنا بالافكت على السي ان اس نعطيه ضد الصرع. بالتيفا نستعمله اللي هو توتال انترا فينوس انستيزيا مثل ما قلنا، وبالسيديشن بالانتنسيف كير يونت اللي هو سيديشن اوف كريتيكال ايل بيشنت انتنسيف كير يونت
نعطيه من 1 إلى 3 ملي جرام بير كي جي بير اور. هناك بالانفيوجن حسبناها بير كي جي بير مينت، هنا بالانتنسيف كير يونت نعطي 1 إلى 3 ملي جرام كير جي كي جي بير اور. كان اولسو بي يوز از انتي بايروتيك اند انتي ايميتيك، نقدر بروريتيك سوري اند انتي ايميتيك، نقدر نعطي مانع للتقيؤ. سيف ان بيشنت سيستابل تو بورفيريا، نفس الشيء المرضى اللي ما نقدر نعطيهم اللي عندهم بورفيريا نقدر نعطيهم للبروبوفول. الادفيرس افكتس اند كوشن، المحاذير والسايد افكت، الاعراض الجانبيه مثل ما قلنا بالبدايه، هو يسوي لنا هايبوتنشن نتيجه البريفرال فازو دايليتيشن، الرجيك ريأكشن تو ايج بروتين، وهذا هم باختلاف اكو بيهم يقول يسوي او ما يسوي، لان هو تعرفون الالرجي تعتمد على صفار البيض وهو مصنوع من بياض البيض، بس عاده هذا الكوشن احنا نخليه ما يعني غالبا ناخذه بالهيستوري اذا مريض عنده تحسس من البيض ما نعطيه. بين اون انجكشن مثل ما قلنا يسبب لنا الم من ندفع وريدي، كان بي ريديوس وذ ليدوكاين 20 ملي جرام ادد تو 20 مول، نضيف كل 20 ملي جرام نضيف لها 20 مول، نضيف الليدوكاين والبروبول حتى يقلل لنا البين. كوشن ان بيشنت هو ار هايبوفوليميك، مثل ما قلنا الشوك بيشنت لازم بكوشن ندفع فيري سلو. سستبل تو جروث اوف مايكرو اورجانيزمز، مثل ما قلنا هو يكون good media for bacterial growth. Tubing and unused propofol حتى نتغلب ما يصير growth of bacteria. Tubing and growth and unused propofol injectable emulsion should be discarded after 12 hours. زين بعد 12 ساعة البروبوفول مفتوح المحلول 12 ساعة لازم يتلف ما نستعمله حتى نتجنب نمو البكتيريا. Can cause an involuntary epileptiform movement، حركات لا إرادية تشبه حركات الصرع اللي هي قلنا عليها الحركات اللا إرادية. أكو بعد بالسايد إفكت يسموه بروبوفول إنفيوجن سيندروم، هذا بالإنتنسيف كير يونت عادة أكر ديو تو برولونج إنفيوجن إن سمول تشيلدرن أند إنفانت، يوجوالي وين يوز إن إكسس أوف 4 ملي جرام بير كي جي بير أور فور مور ذان 48 أور. إذا استعملناه أكثر من جرعة 4 ملي جرام بير كي جي 4 اور اكثر من يومين، هذا ممكن يصير لنا بروبوفول انفيوجن سيندروم. بروبوفول انترفير وذ ميتوكوندريال ميكانيزم، طبعا هذا البروبوفول اذا استمر بهاي الجرعه العاليه ومده اطول راح يتداخل مع الميكانيزم اوف ميتوكوندريا. الفيتشر اوف بروبوفول انفيوجن سيندروم، المريض راح يجينا ميتابوليك اسيدوسيس، يصير هايبركاليميا، رابدوميلوسيس، رينال فيلر، هيباتوميجالي، كاردييك فيلر اللي هو رايت بندل برانش بلوك، واخر يصير لنا اسيستول ممكن يتوقف القلب، وهايبر ليبيديميا. ذن يكون هن فيتشرز اوف بروبوفول انفيوجن سيندروم. المانجمنت كارديو ريسبيراتوري سبورت اند هيمو دايليسيس، نسوي له سي بي ار اذا المريض صار اسيستول، ونسوي هيمو دايليسيس حتى نتخلص من البروبوفول. خلصنا البروبوفول او الفينولز اللي مثال عليه هو البروبوفول، نجي على السكند لاين هو عندنا البارباتشوريت. البربيتوريت broadly classified as ثيوباربيتوريت or oxybarbiturate. الثيوباربيتوريت هو السلفر at C2، هنا يعني السلفر تكون بالكربون نمبر 2 اللي هو مثال عليه منه عندنا ثيوبنتال والثيامايلال، ثيامايلال والثيوبنتال most common اللي هو عندنا ثيوبنتال. الاوكسيباربيتوريت الاكسجين at C2، هنا عندنا التركيب الكيميائي اختلف، ذرة الأكسجين موجودة بالكربون نمبر 2 مثال عليه هو الميثو هيكزيتال. عندنا طبعا هو الموسكم اللي راح نشوفه عندنا هو الثيوبنتال أو البنتوثال الصوديوم يسموه. البربيتوريت formulated as racemic mixture of their water soluble sodium salt. Use sodium carbonate to maintain alkaline pH. يستعملون الصوديوم يخلون بالتركيب مالته صوديوم كربونات حتى يحافظون على الالكالين pH اللي هي تكون من 10 إلى 11. يكون الهاي الكلاينيتي مالته تسبب لنا طبعا هنا سايد افكت كبير، تسبب لنا سيفير تشو دامج اذا انطيناه انترا ارتيريال انجكشن. احنا ما نعطيه انترا ارتيريال، انترا فينس، بس مرات اذا دفعناه بوريد قريب من الارتري خاصه بالكيوبيتال اريا وما عرفنا هذا فين ودخلنا بالوريد، فراح يسوي لنا سيفير دامج اذا دفعناه بالارتيريال انجكشن. بريسيبيتيشن اوف دراج ذات ار ويك بيز
ويسوي لنا بعد بالهاي انكلينيتي مالته اذا دفعناه ويا الفيكرونيا مصر الاكسنت راح يترسب بشكل يصير على شكل راسب. فهاي الديس ادفانتج اوف هاي بي اتش يعني هي يكون 10 او 11 يسبب لنا سيفير تشو دامج اذا دفعناه بالارتري طبعا اكسيدنتلي ما ندري احنا مو بسوي دفع وريدي وسوينا precipitation of drugs that are weak base. إذا دفعنا weak base مثلا فيكرونيوم مع البنتوثال راح يسوينا راسب داخل الوريد، لذلك ما يفضل نطي مع الفيكرونيوم. الثيوبنتان الصوديوم هو الموست كومن تايب قلنا راح نشرح عنه، هو الترا شورت اكتنج باربيتوريت، هو اكثر واحد يكون قصير الافكت مالته. افيلبل از هيجروسكوبيك pale yellow powder بالضبط، هو على اذا تشوفون بعدين تدخلون صاله العمليات تشوفوا يكون باودر على شكل لونه مائل للشحوب او الصفار. امبولز كمالي كونتين 500 جرام ملي جرام اوف صوديوم ثيوبنتال بلس 6% صوديوم بايكربونيت ان ان انرت اتموسفير اوف نيتروجين مخزونه او الماده الحافظه مالته النيتروجين تو بريفنت بريسيبيتيشن اوف انسوليبل اسيد form of barbiturate by atmospheric CO2 حتى تمنع لنا راسب الانسوليبل اسيد الحوامض غير الذائبه على شكل الباربيتوريت مع من مع السي او 2 الموجود بالجو. Reconstituted with 20 مول اوف ووتر تحل ب 20 اوف ووتر وبالتالي يعطينا 2.5% solution يعني 25 ملي جرام كل واحد مول with a pH of 10.8 اللي هي الـ يكون قاعدي. The alkaline solution is bacteriostatic and safe to keep for 48 hours. هاي الالكلاين اللي القاعدية مالته راح يكون قاتل للبكتيريا ويحفظ لنا الدراجز مدة 48 ساعة. لذلك الثيوبنتال نقدر نبقي يومين ورا ما حلينا الدراجز ورا ما حلينا الباودر نقدر نبقي يومين درجة حرارة الغرفة نقدر نستعمل. الميكانيزم اوف اكشن هو mainly through interaction with inhibitory neurotransmitter GABA بال CNS. الجابا ريسبتر has 5 glycoprotein subunit. Activation of GABA receptor increase in transmembrane chloride channel conductance. يسوينا hyperpolarization of both synaptic neuron يسموه functional inhibition of both synaptic neurons. من المحاضرة مالتنا نكمل البار 2 بالأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم. الحد هنا هذا البارت 1